السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونناقش فيها ما تضمنه التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2016 المتعلق بمراجعتها السنوية لحقوق الإنسان في ليبيا. هيومن رايتس ووتش تطرقت في تقريرها إلى ما سمته تعمق الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا وتداعياتها، فضلا عن تواصل النزاع المسلح وجرائم الحرب وواقع النظام القضائي ودور الأطراف الدولية الرئيسية في حل الأزمة الليبية. فما أبرز ما تضمنه تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن الوضع في ليبيا خلال عام 2016 وما مدى مطابقته للواقع؟ وأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن النواحي الحقوقية والسياسية في البلاد؟ وما الدور المنوط بالسلطات الليبية والمجتمع الدولي لوضع المعالجات اللازمة لحقوق الإنسان والانتقال السياسي؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الهاتف من الخمس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الزايدي، ومن طرابلس المدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان إناس حاجي. ومن طرابلس أيضا ولكن عبر الأقمار الاصطناعية يشاركنا النقاش الباحث في قضايا الهجرة غير النظامية خطاب خالد والناشط السياسي صلاح البكوش. نرحب بكم جميعا، وقبل أن نبدأ نقاشنا نتابع التقرير التأتي. في مراجعتها السنوية لحقوق الإنسان حول العالم، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مفصلا عن أبرز الأحداث في ليبيا لسنة 2016، قائلة أن استمرار حالة الانقسام السياسي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا، خاصة مع وجود قرابة نصف مليون نازح داخليا. هيومن رايتس ووتش قالت أن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة لعبت أدوارا هامة في الصراعات المسلحة التي تحدث في ليبيا، مضيفة أن جهود التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة المبعوث الأممي مارتن كوبلر فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة. وفي غياب سلطة دولة تمارس الرقابة، أكدت المنظمة أن عشرات المجموعات المسلحة تواصل خرق القانون الدولي مع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنها قصفت المدنيين واختطفت الناس وأخفتهم قسرا ومارست التعذيب والاعتقال التعسفي وتدمير الممتلكات المدنية. هيومن رايتس ووتش أكدت أيضا أن سلطات السجون والمجموعات المسلحة واصلت احتجاز آلاف المعتقلين دون توجيه اتهامات محاكمة عادلة، قائلة أن معظم السجون في ليبيا تفتقر إلى منشأة طبية ومنشآت للصرف الصحي تفي بالمعايير الصحية. وأوضحت المنظمة أن انعدام الأمن أدى إلى انهيار نظام العدالة الجنائية في ليبيا، حيث ظلت أغلب المحاكم في الشرق مغلقة، مضيفة أن المحكمة العليا فشلت في إصدار أحكام في جميع القضايا التي عرضت عليها بسبب الانقسامات السياسية. وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشارت هيومن رايتس ووتش لأن المحكمة لم تفتح أي تحقيقات جديدة في الجرائم الجسيمة في ليبيا بدعوى نقص الموارد، رغم أنها تمتلك تفويضا للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وفقا لقرار من مجلس الأمن الدولي. هيومن رايتس ووتش تطرقت أيضا إلى ملف المهاجرين غير النظاميين، وأكدت أن الظروف في مرافق الاحتجاز سيئة للغاية، مؤكدة أن السلطات الليبية والمجموعات المسلحة احتجزت مهاجرين ولاجئين لفترات طويلة دون مراجعة قضائية وعرضتهم لظروف سيئة. وأشارت إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين يواصلون تدفقهم نحو أوروبا عبر ليبيا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت أن أكثر من 700 ألف مهاجر وطالبي لجوء موجودون في ليبيا، وقالت أن أكثر من 4000 آخرين لقوا مسرعهم في المتوسط، في حين استطاع أكثر من 300 ألف الوصول إلى إيطاليا. إذا نبدأ نقاش، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان أحمد محمود. سيد محمود، كيف بالإمكان كتابة تقارير حول الأوضاع في ليبيا وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان منها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان من تجربتنا نحن كمنظمة التضامن، هو الأغلب اللي هو الاعتماد على الاتصال بناس في على الأرض الواقع من خلال مصادر فيها ثقة، أو من خلال التواصل مع الضحايا في القضايا التي
تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضحايا وأقاربهم. فهذه في ظل هذه الممارسات أغلب الرصد يتم عن بعد أو من مصادر خاصة حماية اللي يعني لا يتم البوح بأسمه. نحن نتحدث عن تجربتنا، لا نستطيع أن نبوح مثلا بأسماء الناس اللي هي تقدم لنا هذه التقارير من الداخل نتيجة أن خوفا على سلامتهم وأمنهم. فهذا واقع العملية في الرصد لحقوق الإنسان في ليبيا كيف تتم حسب سؤالك. طيب يعني هل هناك سهولة في كتابة هذه التقارير نظرا للوضع الميداني؟ الصعوبة في قضية الحصول على المعلومات نعم، لكن يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الناس أكثر يعني أعداد الناس اللي هي تريد أن تتقدم بشكوى وتريد توثيق قضاياها في ازدياد، ليس بالحجم اللي هو المطلوب، لكن تدريجيا أصبحت الناس يعني ترى أنه هو ضرورة توثيق حالتها، فتقوم حتى فيها نوع من المخاطرة على حياتهم، لكن تقوم بالتقديم وطلب. فهي مسألة التجميع هي اللي فيها صعوبة، أما إعداد التقارير ليست فيها، طالما توفرت المعلومات تستطيع أن تقوم بتقديم تقرير. طيب سيد خطاب خالد، هيومان رايتس ووتش تقول أن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين يواصلون تدفقهم نحو أوروبا عبر ليبيا، أي معطيات أسهمت في هذا التدفق برأيك؟ نعم سيد خطاب خالد. طيب إذن فيما يبدو أن السيد البكوش نعم. طيب سيد خطاب خالد أعيد لك السؤال مرة أخرى، هيومان رايتس ووتش تقول إن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين يواصلون تدفقهم نحو أوروبا عبر ليبيا، أي معطيات أسهمت في هذا التدفق حسب رأيك؟ طبعا المعطيات والأسباب التي تجعل من الوافدين أو المهاجرين الذين يتدفقون إلى أوروبا هي متعددة، قد تكون لأسباب متعلقة بالنزاع المسلح في بعض البلدان الأفريقية وبعض البلدان العربية مثل سوريا على سبيل المثال، وهناك أيضا أسباب اقتصادية متعلقة بالبطالة والبحث على العمل، وأسباب أخرى جغرافية متعلقة بالكوارث الطبيعية التي تحدث في بعض البلدان الإفريقية والبلدان شرق آسيا، وهناك أخرى متعلقة بزيادة عدد السكان كما هو موجود في الهند وبنغلاديش وباكستان. فهذه الأسباب هي التي تجعل من بعض الأشخاص يطلبون الهجرة والذهاب إلى أوروبا، فهي أسباب متنوعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وجغرافية، الاضطهاد والتمييز العنصري والاستبداد من بعض الأنظمة الإفريقية وبعض الأنظمة العربية أيضا من ضمن الأسباب التي تجعل المهاجر أو الشخص يترك بلده أو الموطن الأصل ويذهب إلى بلد آخر يرى فيه الاستقرار ويرى فيه الحصول على لقمة العيش والأمن، فهي أسباب متنوعة ومتعددة. طيب سيد البكوش، يعني هيومان رايتس ووتش قالت إن كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة لعبت أدوارا هامة في الصراعات المسلحة التي تحدث في ليبيا، أي تفسيرات تتضمنها هذه الجزئية برأيك؟ أعتقد أن هذه الجزئية هي جزئية سياسية عسكرية أشار لها بالتفصيل وأعتقد بحرفية أكبر تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره في مارس الماضي، والذي أشار فيها بكتابيا وبالصورة
لنقل أسلحة من على سبيل المثال من مصر، وضمن التقرير صور لطائرات هليكوبتر حربية مصرية يعاد طلائها بالعلم الليبي والأرقام الليبية. ولكن أعتقد أن في هذا التقرير، تقرير Human Rights Watch، يجب التركيز على ما تقدم به التقرير حول حقوق الإنسان في ليبيا. وفي هذا الصدد أعتقد أن التقرير في معظمه كان تقريرا لا بأس به، بالرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي أخطأ فيها التقرير، وذلك بطبيعة الأمور حيث أن هذه المنظمات تعمل في ظروف قاسية في دول لا يحترم فيها حقوق الإنسان. ولكن التقرير أشار بوضوح إلى الطرفي صراع في ليبيا في الشرق والغرب، وقال بكل تأكيد، قال بأن شاركت الميليشيات والقوات المسلحة التابعة للحكومتين في عمليات القتل والإخفاء القسري والتعذيب والخطف. وعلى هذا الأساس أعتقد أن التقرير ربما أعطى صورة واضحة لما يجري في ليبيا، وأن لا أحد يستطيع أن يقول بأنه لا يقوم بهذه العمليات. طيب سيد محمود، ما الذي رصدته منظمتكم بشأن المجموعات المسلحة التي تواصل خرق القانون الدولي مع الإفلات من العقاب بحسب Human Rights Watch؟ ممكن تعيد بداية السؤال؟ معلش. طيب سألتك هنا سيد محمود بخصوص يعني ما إذا كانت منظمتكم قد رصدت يعني جرائم ضد حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة. نعم، هو رصدنا ورصد من قبل ذلك الفريق التحقيق في الانتهاكات في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا منذ مطلع عام 2014، فريق تابع للمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقدم تقريره في مارس الماضي لمجلس حقوق الإنسان، وترتبت عليه بعض القرارات من هذا الجانب. فبالتالي في كل مكان في ليبيا في انتهاكات حقيقة، في أغلب ليست محصورة في منطقة، وإن كان طبعا حتى ما ذهب إليه تقرير فريق التحقيق أن أغلب الانتهاكات أو كثير منها تم في المنطقة الشرقية بحكم الصراع المسلح المستمر منذ صيف 2014، يعني الآن قرابة سنتين ونصف الآن، يعني خاص في نهاية العام الثالث، في نهاية العام الثالث من هذه الصراع. فهناك طبعا في الغرب هناك مشكلة نحن نواجهها ويعلم بها، يعني يتابعها مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قضية الاعتقالات التعسفية، قضية الإخفاء القسري في لناس، عمليات الخطف، التعذيب، الاعتقال في ظروف سيئة منعدمة من ناحية الصحية ومن ناحية حتى الغذاء والأشياء هذه. طيب سيد محمود، سنأتي إلى تفاصيل ذلك، ولكن يعني Human Rights Watch أوضحت أن انعدام الأمن أدى إلى انهيار نظام العدالة الجنائية في ليبيا، حيث ظلت أغلب المحاكم في الشرق مغلقة. كيف تقرأ هذا الأمر؟ هذا هو السبب الحقيقي لمسألة سيادة أو انتشار ثقافة الإفلات من العقاب. هناك ناس تعتقد أن هي في ظل عدم أداء المؤسسات إنفاذ القانون أو المؤسسة العدلية، القضاء والمؤسسات التابعة له، في ظل تعطلها في بعض المناطق وفي ظل تعثرها في الأداء في بعض في مناطق أخرى، أنهم هم حيكونوا في منأى من الملاحقة القضائية، وبالتالي نجد هذه الانتهاكات الواسعة. لعل من أبرزها ما أشار إليها التقرير، ثلاث حوادث لقتل جماعي خارج نطاق القضاء، في حادثتين في بنغازي في شهر يونيو وشهر أكتوبر، وقبل ذلك في شهر يونيو في طرابلس قتل على نتيجتها 12 شخص
كانوا افرج بعد الافراج عنهم بخاليه من سجن رويمي. هذه الانعدام الامن والاستقرار، انتشار السلاح، انتشار الجماعات المسلحه هو ما ادى الى هذا التفشي في مساله الانتهاكات الواسعه. طيب سيد خالد، كيف يمكن المقاربة بين ما أوردته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في المتوسط ومن وصلوا إلى إيطاليا والأدوار الأوروبية المعلنة في هذا الخصوص؟ لم أستمع إليك جيدا. طيب أعيد مرة أخرى سيد خالد، يعني كيف يمكن المقاربة بين ما أوردته المنظمة بشأن أعداد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم في المتوسط ومن وصلوا إلى إيطاليا؟ يعني ما الأدوار الأوروبية المعلنة في هذا الخصوص، في هذه الجزئية؟ طبعا مسألة وصول أفواج كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، قد تكون هذه المسألة لها دور بارتباط بعض شبكات التهريب الخاصة بالمهربين الغير شرعيين ببعض الأجهزة الأمنية حتى في داخل أوروبا أو حتى في حوض البحر المتوسط، لأن النظرة البوليسية والنظرة الأمنية البحتة في معالجة مسألة تدفق اللاجئين إلى أوروبا هي نظرة خاطئة، لأن هناك طرق وأساليب أخرى لمعالجة هذه الظاهرة، ولكن المجتمع الدولي والدول التي تضررت من مسألة الهجرة غير الشرعية أصبحت تنظر للعلاج أو إلى النظرة البوليسية والنظرة الأمنية لمعالجة هذه المشكلة، وهذا خطأ كبير، لأن شبكات التهريب تستطيع بالأموال الكثيرة التي تتحصل عليها من هذه الظاهرة أن تجند بعض الوسطاء داخل أفراد خفر السواحل التابعين للسلطات الإفريقية، وهذه بشهادة بعض المهاجرين أنهم استطاعوا أن الخروج من بعض المراكز الإيواء الخاصة في أوروبا عن طريق دفع الرشوة وعن طريق تجنيد بعض الوسطاء التابعين إلى شبكات التهريب. فهذه الأمور جعلت نسبة كبيرة من المهاجرين يصلون رغم أن السلطات الإيطالية والقوات المتواجدة استطاعت أن تقبض عليهم في حوض البحر المتوسط أو استطاعت أن تنقذ مجموعة كبيرة منهم. المجموعة التي وصلت أو تم القبض عليها في حوض البحر المتوسط وهي على قيد الحياة، استطاع جزء منها كبير أن يدخل إلى داخل الأراضي الأوروبية، وجزء قليل تم إرجاعه إلى الدول التي طيب ينتمي أنت إليها. أنت أشرت في حديثك إلى مسألة الأطراف الداخلية، يعني Human Rights Watch تقول إن سلطات السجون والمجموعات المسلحة واصلت احتجاز آلاف المعتقلين دون توجيه اتهامات أو محاكمة عادلة، أي دلالات يوفرها هذا التوصيف برأيك؟ طبعا في ليبيا في عام 2012 تم تأسيس مركز أو جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة إلى وزارة الداخلية لتنظيم مسألة المهاجرين وكيفية إيوائهم وكيفية توفير لهم أبسط الحقوق التي تعطى للإنسان سواء كان وطني أو وافد، ولكن السجون التي تكون خارج سيطرة الدولة هذه تنتهك فيها حقوق الإنسان حتى لو كان مواطن، لأن لا يستطيع منظمات حقوق الإنسان ولا يستطيع حتى الجهات التابعة للدولة الوصول إلى هذه السجون وبالتالي معرفة أسباب، لأن مسألة ارتباط التهريب الأشخاص أو مسألة ارتباط تهريب المهاجرين غير الشرعيين هي مرتبطة بمسألة الهجرة في حد ذاتها، فيترتب عليها أن
الحصول على مجموعة أو القبض على مجموعة من المهاجرين الغير الشرعيين بدون تهمة، ذلك سببه يعتبر سبب مادي هو الحصول على أموال، لأن هؤلاء المهاجرين يتم بيعهم إلى المهربين، ومن ثم المهربين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط يقومون بنقل هؤلاء المهاجرين إلى شبكات أخرى في أوروبا، وهي مسألة تتدخل فيها مسألة الهجرة غير الشرعية ومسألة الاتجار بالبشر. نعم. طيب سيد البكوش، هيومن راتسوتش تقول إن جهود التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر لم تحقق النتائج المرجوة، إلى أي حد يطابق ذلك ما تم ويتم حاليا من حراك سياسي إقليمي ودولي للتوصل إلى هذه التسوية؟ بالطبع الاتفاق السياسي وما نتج عنه من أجسام مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني لم تحقق جميعها أو أي منها ما كان مرجوا منها في، ولكن هذا لأسباب موضوعية. بالطبع تعرفون ما الذي يحدث في مجلس النواب من عدم إعطاء الثقة للحكومة، وبعض الإخفاقات ربما كبيرة داخل المجلس الرئاسي وما إلى ذلك، وهذا ليس بجديد. نحن نعلم ما الذي حدث في حكومة الغوير وما الذي حدث في حكومة الحاسي وما حدث في حكومة زيدان. هذا الاضطراب السياسي وانعدام الاستقرار أثر على كل مناحي الحياة بما فيها حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والقضاء والهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك. فالتقرير يعني لا يضيف جديدا عندما يقول بأن عدم تقدم الاتفاق السياسي هو أحد أسباب تدهور ربما حقوق الإنسان في ليبيا وانتشار العنف فيها. طيب يعني هل ترى أن ذلك يتم بقصد أم غير ذلك؟ لا، هو بقصد. هناك أطراف محلية وإقليمية ودولية لا تريد الوصول إلى اتفاق سياسي، تريد الوصول إلى حل يضمن مصالحها ويضمن لها الهيمنة التامة على ليبيا، ونرى ذلك فيما يقوم به حفتر في الشرق، وما والذي يسيطر ليس فقط على بقعة من الأرض ولكن يسيطر أيضا على القوى السياسية داخل تلك المنطقة. نرى تغييب كامل لمجلس النواب وتغييب كامل للسلطات الشرعية، فرض كما ذكر التقرير فرض أحكام عرفية وتعيين حكام عسكريين بدل العمداء المنتخبين، وعلى هذا الأساس نرى عرقلة كبيرة للاتفاق السياسي ومحاولة إيجاد نوع من الاستقرار في ليبيا. طيب سيد محمود، يعني قصف المدنيين والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، أي خطوات تالية تتخذها المنظمات الحقوقية عادة عقب قيامها أو بقيامها بمثل هذا الرصد؟ لا، ممكن سمحت لي بس أعرج على مسألة الهجرة غير، تفضل، فيها غير شرعية لكن هي غير مقننة. الحقيقة هذه الظاهرة راهي كبيرة جدا وتتفاقم، ولا أعتقد أن المسؤولين في ليبيا يعني مقدرين حجم هذه المسألة وممكن أثارها السلبية الكبيرة على الاستقرار في ليبيا. أولا، أسباب الهجرة لها أسبابها كما ذكر ضيفك الكريم، في تتعلق من بلدان المصدر، من أين يأتي المهاجرون، لكن لماذا المهاجرون يقومون بالعبور من ليبيا أو أغلبهم يقوم بالعبور إلى ليبيا؟ حتى هنا هو يقدر حق تقريبا 80% من يصل إلى شواطئ إيطاليا ينطلقوا من الشواطئ الليبية. السبب بسيط جدا، لأن نتيجة الصراع السياسي والانقسام السياسي، نتيجة الصراعات المسلحة، نتيجة انتشار الجماعات المسلحة، نتيجة عدم استقرار الأمن، تعطل المؤسسات إنفاذ القانون، وبالتالي المهربون شبكات التهريب تجد أنه هو أسهل طريق لها وأكثر طريق أن هي منطقة تستطيع أن تتحرك منها
تتحرك فيها وتقوم بأعمالها أعمال الاتجار بالبشر الغير مشروعة في ليبيا. ولذلك يجب على المسؤولين الليبيين أن يعنوا هذه المسألة الآن نتيجة صعود التيار الشعبوي، نتيجة صعود سياسيين شعبويين يستعملون مسألة الهجرة كورقة ضغط وكورقة تحقيق للانتصارات سياسية في الانتخابات وكذا وإلى ذلك في أوروبا وفي العالم الآن في هذه الظاهرة العكم يعني أنتم تدركوها. بالتالي أصبح النظام بيتخذ سياسات متقلبة متشددة أكثر. إيطاليا رئيس الوزراء الإيطالي وأعتقد وزير الداخلية كان هم أنهم حيستعملوا القوة في عملية منع المهاجرين من الوصول لشواطئهم، هذا يعني أنه يتكدس المهاجرون في ليبيا وتسبب بأنهم يتعرضوا للانتهاكات التي رصدها التقرير. ونحن كمنظمة تضامن المهتمين بهذا الملف نحن رصدنا يعني أمور خطيرة جدا تحدث، وبالتالي التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى عملية تحمل المسؤولية. لما مثلا نائب رئيس المجلس الرئاسي يذهب إلى إيطاليا ويطلب منهم أن هم يعني العام الماضي بأن هم يعني يديروا اتفاقية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي تتعلق بالهجرة والقضية التنظيم التحكم في ظاهرة الهجرة هذه الغير مقننة، ان بان هو مثل ما الاتفاقيه اللي عملتها عملها الاتحاد الاوروبي مع تركيا. هل الظروف تركيا مثل ظروف ليبيا او ظروف ليبيا الان وضحها مثل ظروف تركيا من وجود حكومه مركزيه من وجود استقرار من وجود سلطات انفاذ قانون وغيره الى هذا الامر حتى تستطيع انك انت في ليبيا تقوم بمثل هذه الاتفاقيه مع الاتحاد الاوروبي؟ هذه كمؤشر بان رمى يعني المسؤولين في ليبيا لا يعون الحجم هذه الظاهرة. الأوروبيون لا يريدون أن يتعاملوا مع أسباب هذه الهجرة، المهم يطلش شواطئهم، وهذا الأمر لن يحل هذه الظاهرة بل ستتفاقم وتتنامى مع الأسباب سواء الاستقرار في بلدانهم بلدان المصدر أو الأوضاع الاقتصادية والظروف المناخية والكوارث التي تحدث عليها ضيفك. طيب يعني سيد محمود أنت أشرت إلى رصدكم لعدة يعني جرائم، وبالتالي أي خطوات بالعادة تتخذها المنظمات الحقوقية عقب قيامها بمثل هذا الرصد سيد محمود؟ أولا نقوم بمخاطبة السلطات المعنية بأن هو ننصحهم بأنهم لابد من إحنا وصلنا هذه الأمور ولابد من تصحيحها، هذا جانب. الجانب الآخر أنها نعلم المنظمات الدولية ملف الهجرة غير شرعية راح يكون ملف رئيسي في المحكمة الجنائية الدولية لعام 2017 متعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية. أنت تعرف أن في تقرير العام الماضي قدم الأمين العام الأمم المتحدة لمجلس الأمن فيما يتعلق بقضية الإتجار بالبشر أن الإتجار شبكات التهريب الإتجار بالبشر ما بين أوروبا وما بين أفريقيا عبر الحوض المتوسط يعني ليست فقط عبر ليبيا ككل يعني العائد السنوي تاعهم او اللي يبلغ ما بين تقديرات ما بين 6 الى 7 مليار يورو. التقديرات اخرى بان فيما يتعلق بالجزئيه اللي هي داخل ليبيا شبكات التهريب في مرحله لان هم يبدا من بلدان المصدر وتمر عبر ليبيا وتنتهي الى بلدان المقصد او الجهه المقصوده. ما يتعلق بليبيا الأرقام تشير أن هو الرقم ما بين 350 إلى 400 مليون يورو حجم الإيراد العصابات اللي هي تدخل في هذه المسألة. فالأمر راه كبير ما هو سهل يحتاج إلى ذلك. وبالتالي هو بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية حيكون ملف رئيسي عندهم قضية الاتجار بالبشر. ما تقوم به المنظمات هو ان نحن يعني كما لما قمنا به نحن تضامن اتصال بالجهات المعنيه المحليه على مستوى البلديات اللي تقع فيها هذه المراكز وابلاغها بما تم رصده ونصحها بانه هو لابد من تصحيح الاوضاع وهذه الخطوات. كذلك الاتصال بالمحكمه الجنائيه الدوليه بالبعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا على اساس ان هم
لان الناس هذي ما راهم هم عابري سبيل وهم ضحايا في انفسهم. طيب وضحت نقطه، وبالتالي دعني اذهب للسيد خالد. يعني المنظمه تقول ان مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد ظلت عرضه لانتهاكات تجاههم، فاي تداعيات حقوقيه تنشأ عن ذلك في حال ثبوت ما أوردته هيومان رايتس ووتش؟ طبعا ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو جريمة الهجرة غير الشرعية تمس حتى السيادة الإقليمية الخاصة بالدولة، ولكن يجب أن نتعامل كسلطة تشريعية في الدولة وكجهاز تنفيذي أيضا مع هذه الظاهرة، بمعنى أن السياسة التشريعية لأي دولة تتعامل مع أشياء تخالف القانون لأنها تترتب عليها أمور أخرى. على سبيل المثال في مصر مثلا، على سبيل المثال، الزواج العرفي يعتبر محرم شريعة وقانونا، ولكن المحاكم المصرية تتعامل مع الحقوق المترتبة على هذا الزواج، سواء كانت حقوق مادية مهر أو حقوق معنوية أو ما يتعلق بالحضانة والرضاعة، فتتعامل مع هذه الآثار على الرغم من أن الجواز في الأصل باطل. فيجب على المشرع سواء كان في ليبيا أو في أي دولة أخرى أن يتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وباعتبارها في الأساس جريمة وتمس حتى السيادة الليبية، ولكن يراعى فيها مسألة حقوق الإنسان. فمن ضمن الأمور التي لوحظت في مراكز الإيواء هو عدم توفير الرعاية الصحية، وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحدثت على حقوق الإنسان كفلت حق الرعاية الصحية للمواطن وللوافد، فهذا أيضا جزئية مهمة غير مهتم بها من قبل السلطات الليبية في مراكز الإيواء. فهذه مسألة مهمة، هي مسألة الرعاية الصحية. أو المسألة الثانية هي مسألة توفير الغذاء والغطاء، هذه أيضا مسألة مهمة متعلقة بالأساسيات وبالحاجيات وبالحقوق الإنسان الضرورية. هناك بعض الدول تجاوزت هذه الحقوق البسيطة أو الحقوق المسلم بها ومنحت المهاجر فرصة حتى التعلم، مثلا في حكومة كردستان العراق منحت فرصة أطفال اللاجئين القادمين من سوريا إلى فرصة التعلم في مدارس حكومة كردستان العراق، وأيضا لبنان منحت فرصة عمل للاجئين العراقيين. طبعا وضع ليبيا باعتباره وضع حساس، ونتعامل مع جنسيات غير عربية وقد تكون حتى غير مسلمة، ولكن يجب أن نوفر أبسط الحقوق التي تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية أولا، ومن مواثيق وقوانين حقوق الإنسان ثانيا، سواء كانت تتعلق بالرعاية الصحية وبالاهتمام بالمهاجر وبعدم استغلاله. أيضا هناك ملاحظات وردت في بعض التقريرات أن المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في مراكز الإيواء أو في بعض الجهات التابعة إلى الدولة يتم استغلالهم من ناحية العمل باعتبارهم عمالة رخيصة، فهذه كلها تعتبر مسائل متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة للتشريعات أو الاتفاقيات الدولية. وضحت الفكرة سيد البكوش، أو تكفل حماية حقوق الإنسان. سيد البكوش، المنظمة تقول إن المحكمة العليا فشلت في إصدار أحكام في جميع القضايا التي عرضت عليها بسبب الانقسامات السياسية، فما الذي يمكن أن ينتج عن واقع كهذا في حال استمرار الانقسام؟ أعتقد أن حديث منظمة هيومن رايتس واتش عن ما يجري في المحكمة العليا ربما يكون حديثا غير متخصص
وغير دقيق ويجب أن نوليه الكثير من الاهتمام. المحكمة العليا أصدرت أحكام جريئة في قضيتين مشهورتين، وهما قضية تولي السيد أحمد معتيق لرئاسة الوزراء وأبطلت ذلك، تولت قضية الطعن في دستورية مجلس النواب وقضت في ذلك. هي الآن لديها هناك الكثير من الطعون أمام الدائرة الدستورية ولم تفصل فيها بعد، وأعتقد أن الآليات داخل الدائرة الدستورية ومجلس القضاء هي التي تحكم على ذلك، ولا أعتقد أن التفسير الذي تقدمه أو تحديد أن المحكمة قد فشلت بسبب الانقسامات السياسية. طيب، ولكن المنظمة تتحدث عن تطبيق هذه الأحكام، أي بأن المحكمة فشلت في تطبيق هذه الأحكام سيد البكوش. يا سيدي، ليس هناك محكمة دستورية في العالم مسؤولة عن تطبيق الأحكام. ليس المحكمة الدستورية في أمريكا لا تطبق الأحكام، المحكمة الدستورية الأوروبية لا تطبق الأحكام. هذا عبارة عن اتفاق سياسي على أساسه تقوم السلطات المختصة بالامتثال لأحكام المحكمة، ولكن المحكمة ليس لديها جيش وليس لديها قوة. طيب، يعني عدم أو الفشل في إصدار الأحكام، الفشل في إصدار أحكام في جميع القضايا التي عرضت عليها كانت بسبب الانقسامات، أليس كذلك سيد البكوش؟ أولا، المحكمة لم تفشل في جميع القضايا التي لقد ذكرت لك قضيتين نجحت المحكمة في الحكم فيهما، وهما قضيتين خطيرتين تمس أطراف كبيرة في اللعبة السياسية الليبية. الفشل هذا يعتمد على توصيف هيومن رايتس واش لما هي المدة التي يجب على المحكمة أن تفصل فيها في هذه الأحكام. هل تعدت المحكمة مدة معينة محددة دستورا للفصل في هذه الأحكام؟ هذا غير صحيح، وعلى هذا الأساس أعتقد أن هذا حكم سياسي. القضية يا سيدي هي أن الهيومن رايتس واش كما قلنا تقرير لا بأس به، ولكن هيومن رايتس واش تعاني من نفس ما وصفت به معاناة كل من المندوب السامي لحقوق الإنسان وأيضا قسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، الذي وصفته قالت بأنه نادرا ما يزور ليبيا لأسباب أمنية، ووصفت المندوب السامي قالت أن المندوب السامي لحقوق الإنسان عرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يعين خبيرا خاصا لليبيا، ولكن المجلس رفض ذلك وطلب منه تقريرا آخر. وهذه هي نفس الظروف الصعبة التي تعاني منها هيومن رايتس واتش وأمنيستي انترناشونال، وعلى هذا الأساس يجب أن يؤخذ هذا التقرير على أنه إشارات مهمة للوضع، ولكنه ليس يجب أن نعتبره أنه دقيق جدا وكل ما فيه هو الحقيقة بعينها. طيب سيد محمود، هيومن رايتس واتش أشارت إلى أن الجنائية الدولية لم تفتح أي تحقيقات جديدة بشأن الجرائم في ليبيا بدعوى نقص الموارد، فأي تداعيات يمكن أن تنشأ بالمسار الحقوقي في حال لم يتعرض مرتكبو الجرائم للملاحقة ومن ثم العقاب؟ نعم، المحكمة الجنائية الدولية لم تقم بفتح أي تحقيقات أو تعلن عن فتح تحقيقات معينة محدد جرائم منذ صيف 2011. يعني فقط الثلاث ملفات اللي عرضتهم فيما يتعلق بالعقيد القذافي وابنه ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك عبد الله السنوسي. ما يترتب على هذا هو المسألة التي نراها الآن، وهي عملية تنامي ظاهرة ثقافة الإفلات من العقاب وتنامي الانتهاكات، ازدادت حدة وازدادت انتشارا وازدادت فظاعة بسبب هذا الأمر. نحن في كثير في نحن نتواصل مع المحكمة الجنائية منذ صيف 2011، يعني بتواصل مستمر معهم، نقول لك بشكل يمكن أسبوعي، ما فيش وقت يمر ولا كنا نتواصل معهم.
بهذا الأمر ونحثهم على أنه ضروري مع مراعاة ظروف المحكمة وقضية الموارد وقلة الموارد، لأن المحكمة لما أحال مجلس الأمن القرار إلى أحال القضية الليبية بموجب القرار 1973 لعام 2011 أحال ملف القضية الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، من ضمن القرار أنه هو المجلس الأمن لا يتحمل تكاليف التحقيقات ومش عارف ما يترتب عليه، يجب أن على الدول إما الدول تتبرع أو أن المحكمة تجد مصادر لقضية تقضي هذه المسألة. لكن مع مراعاة يعني حدود قدرتهم المادية والموارد المادية بتاعهم، لكن ضروري جدا لأن نحن نقر والجميع يعلم التقارير هذه المحكمة وغيرها بأن في ليبيا في تعطل لمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسة القضائية، يعني لا تعمل بكامل طاقتها بل معطلة في أماكن كثيرة، معطلة بكامل أماكن تعمل بالكاد. لابد من أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله، وهو التكميل أو أن هي مكملة لدور القضاء الوطني. عندما يجلس القضاء الوطني أو لا يرغب في التحقيق في انتهاكات جسيمة نص عليها ميثاق روما لتأسيس المحكمة، هنا دور المحكمة أن هي تقوم بتكميل هذا الدور. هذا ما ترتب على عدم قيام المحكمة بفتح قضايا جديدة في الملف الليبي أن تنام في الانتهاك الجسيمة. أريد فقط أن أعرج على موضوع المحكمة العليا وتقرير هيومن رايتس واتش بأن المحكمة فشلت. أنا أعتقد أنهم جانبهم استواب كليا، وإلا عليهم أنهم يثبتوا بالدليل ما هي القضايا التي فشلت فيها المحكمة. كما أن ليست فقط كما أشار ضيفك من طرابلس سيد بكوش، أن المحكمة الدستورية ليست لديها القدرة على مش من مسؤولية أي محكمة، لا فقط حتى المحكمة الدستورية. المحكمة مسؤوليتها أن تصدر أحكام، أما من يقوم بإنفاذ الأحكام وتطبيقها هي المؤسسات التنفيذية ولا التشريعية. مثلا في قضية إبطال عدم دستورية، طيب، وهو ما أشارت إليه المنظمة بأن الانقسامات السياسية يعني أدت إلى عدم تنفيذ ذلك. سيد محمود، لكن المحكمة يجب أن نحن حدث عندنا انقسامات سياسية سواء في المؤسسة التشريعية أو المؤسسة التنفيذية، لكن بفضل الله الحمد لله أن المحكمة العليا لم تنقسم، جهاز القضاء لم ينقسم، وكذلك عندك مكتب النائب العام قائم ولم ينقسم في هذه المسألة ولم يدخل في المحك السياسي أو في الممحكات السياسية، وهذا مهم جدا. بس فقط عندما حكمت المحكمة العليا ببطلان التعديل الدستوري الثالث الذي أجراه المجلس الوطني الانتقالي يوم 5 يوليو يومين قبل الانتخابات في عام 2012، ترتب عليه أن ألزم المجلس المؤتمر الوطني العام أن يقوم بإجراء تعديل دستوري الخامس، وهذا من وقت، وهذا ما أدى إلى تعطل الاستحقاقات الدستورية وما ترتب عليه من مشاكل. المحكمة في هذا الأمر فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، المحكمة العليا، أنا أعتقد أن منظمة هيومن رايتس واتش جانبها الصواب في هذا الأمر، وإلا فعليها أن تثبت ما هي الأحكام والقضايا التي فشل فيها. طيب، وضحت الفكرة. سيد خالد، أي تداعيات تظل واردة في حال لم يتم الوصول إلى الاستقرار في مسألة حقوق الإنسان بليبيا بالنظر إلى ما يحيط بهذا الملف من ظروفه؟ بالنسبة للتداعيات التي ستظهر في هذه المسألة أو هذه الظاهرة، أن أفواج المهاجرين غير الشرعيين لن تتوقف من ليبيا إلى أوروبا وبالتحديد إلى إيطاليا، نظرا لعدم وجود جهاز لحرس الحدود في المناطق الجنوبية مفعل ومدعوم من الدولة، سواء كان في الكفرة أو في سبها أو في القطرون، باعتبارها هذه المداخل الرئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين من دول أفريقيا، سواء كان من شرق أفريقيا أو من غربها. هذه نقطة أولى ستترتب على عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.
أيضا النقطة الأخرى بأن منظمات حقوق الإنسان ستقيد كل ما يحدث في المراكز التي تتبع إلى الدولة أو المراكز الخارجة على سيطرة الدولة، وستقيد كل ما تستطيع أن تصل إليه عن طريق استجواب المهاجرين غير الشرعيين من انتهاكات جسدية واستغلال للعمل وانتهاكات متعلقة بعدم الاهتمام بالرعاية الصحية وما يترتب عليها من أمراض تمس المهاجر. وهذه التقارير سوف تعرض على الأمم المتحدة، لأن مسألة الاستقرار السياسي يترتب عليها أن يكون هناك جهاز أمني قوي في المنطقة الجنوبية والتحديد منطقة الكفرة، باعتبار أن أكثر المتسللين أو من المهاجرين يدخلوا من هذه المنطقة. فدعم الأجهزة، جهاز حرس الحدود ودعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم الخدمات إلى مراكز الإيواء، كل هذا يساعدنا في عدم تدوين انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. طيب سيد البكوش، ما الخيارات الممكنة أمام الأطراف الليبية لطي صفحات الخلاف في ظل ما تقوله هيومن رايتس ووتش أن هناك أطرافا خارجية عملت على تأجيج الصراع بالبلاد؟ أولا، في تصوري أن تقرير منظمة هيومن رايتس واتش وتقريرات أخرى من أمنستي انترناشونال وتقارير أخرى من عدة مؤسسات مهتمة بهذا الشأن ربما تضيف حافزا آخر، تكون محفزة بالإضافة للأطراف السياسية، بالإضافة إلى التدهور في الحالة الاقتصادية والصحية والأمن العام وما إلى ذلك، ربما تكون محفزا لهذه الأطراف، وأخص بالذكر مجلس النواب ومجلس الدولة المناط بهما تطبيق الاتفاق السياسي أو تعديله أو ما إلى ذلك، ربما تكون هذه حافزا آخر لهذه الأطراف لكي تعقل تعاملها معها مع الوضع الراهن في ليبيا وتصل إلى اتفاق يجنب البلاد المزيد من هذه الأعمال التعسفية من قتل خارج القانون وإخفاء قسري واعتقال وتعذيب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تجنيب البلاد انهيار اقتصادي وصحي وتعليمي كامل في جميع أنحاء البلاد. طيب سيد محمود، يعني برأيك أي تحول سيطرأ على واقع العدالة بالبلاد في حال استخدمت الجنائية الدولية تفويضها من مجلس الأمن بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؟ أنا أعتقد أن حكم إيجابيا، هذه قراءتنا نحن، لأن هو ما شجع على هذه الانتهاكات وتفشيها وتناهيها هو غياب الرادع الملاحقة القضائية. الناس الآن، في بعض الناس تعتقد أن هي في منأى من طائرة القانون، أن هي بإمكانها أن تقوم بما تقوم به. ليس فقط ذلك، هم يعني نحن شاهدنا وعندنا مقاطع موجودة ومسجلة، الناس تقوم بالجرائم قتل وجرائم تعذيب وتسجل فيها وتبث فيها في شبكات التواصل الاجتماعي، لعلكم اطلعتوا على بعضها. فبكل تأكيد لو أن المحكمة الجنائية الدولية قامت بمهامها في هذا الأمر، أنا أعتقد أن هي حتكون رسالة واضحة أن لمن يقوم بهذه الانتهاكات، هي المحكمة لم تستطيع أن تقوم بكل التحقيق في كل ما يحدث، لكن على الأقل القضايا الأساسية أو ملاحقة فقط المسؤولين، الرؤوس نسميها الرؤوس الكبيرة، مش عارف الكبيرة هي في هذه المسألة، أنا أعتقد أنه حيكون لها شيء إيجابي. إذا سمحت لي حقيقة، يعني الآن أنا بلغني أن المنطقة الغربية بالكامل، طرابلس المنطقة الغربية فيها انقطاع للكهرباء كامل على المنطقة نتيجة ما يجري من عملية إغلاق لتغذية الغاز والوقود لمحطة الزاوية، وهذا سبب وسبب هذا الانقطاع الكامل. الناس اللي تقوم بهذا العمل رأي ترتكب في جريمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. هذه الأعمال، انقطاع الكهرباء مسألة حيوية، مستشفيات
ناس يعني تعتمد عليها في التدفئة في هذا الطقس البارد. يعني حقيقة عليهم أن يسألوا أنفسهم أن هو ما يقوموا به ليس عملية احتجاج ولا تعبير عن رأي ولا مطالبة بالحقوق، بل هو عدوان على حقوق شريحة كبيرة جدا من المجتمع الليبي. يجب عليهم أن يتوقفوا، وإلا حتكون هم يعتبروا أنفسهم مرتكبين لجرائم كبيرة سيلاحقهم عليها القانون والقضاء مهما طال الزمن. طيب، هذا ما جعلنا أو تعذر علينا التواصل مع من عام منظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الزيدي، وكذلك المدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان إناس حاجي. سيد خالد، يعني كيف ترى نتائج توسيع الاتحاد الأوروبي لعمليته البحرية لمكافحة التهريب وسط البحر المتوسط في تقليل تدفق المهاجرين عبر ليبيا؟ إذن فيما يبدو أن السيد خالد لم يعد يسمعنا، أذهب للسيد البكوش. سيد البكوش، ما السبل المثلى أمام المجتمع الدولي للاتجاه نحو الانتقال السياسي في ليبيا وتطبيق ما أقرته الشرعية الدولية خلال اتفاق سياسي ينهي الانقسام؟ بالطبع هناك انقسام وتضارب في المصالح بين أطراف ما يسمى بالمجتمع الدولي في قضايا تطبيق الاتفاق السياسي، في قضايا الهجرة وما إلى ذلك. نحن ندعو ونتمنى على المجتمع الدولي أن يحسم أمره وأن يتكلم بصوت واحد ويتعامل مع الذين يحاولون تعطيل الاتفاق السياسي وتعطيل الوصول إلى حل لحماية مصالحهم الذاتية ومراكزهم التي يتمركزون فيها الآن. هذا بالضرورة يتطلب أن يجتمع المجتمع الدولي مع الأطراف الإقليمية ويقول للأطراف التي تغذي الصراع وتدعم هذا الفريق أو ذاك ضد الاتفاق السياسي، يجب عليها أن تقول لهم أن يكفوا عن ذلك أو تتخذ بحقهم إجراءات رادعة يمكن على أساسها أن يعطى هذا الاتفاق السياسي فرصة لتثبيت أقدامه على الأرض وربما الخروج بليبيا من هذه الأزمة. طيب، أعود إليك مجددا سيد خالد إذا كنت تستمع إلي. كيف ترى نتائج توسيع الاتحاد الأوروبي لعملياته البحرية لمكافحة التهريب وسط البحر المتوسط في تقليل تدفق المهاجرين عبر ليبيا؟ الاتحاد الأوروبي عندما قام بعملية صوفيا وهي عملية أمنية بحتة هدفها التقليل من وصول أعداد المهاجرين إلى أوروبا، فعلا هذه العملية ساهمت نسبيا وليس بشكل مطلق من الحد من وصول بعض المهاجرين إلى أوروبا، لأن هناك أساليب متنوعة يسلكها المهاجرين في الوصول إلى أوروبا، ومنها الهجرة النظامية والهجرة المختلطة. فهناك أساليب أخرى مبتكرة ومتنوعة من المهاجرين استطاعوا من خلاله حتى بعد أن طلقت عملية صوفيا الوصول إلى أوروبا. ولكن الاتحاد الأوروبي وقيامه بهذه العملية كان الهدف منها هو عدم وصول الأسلحة إلى ليبيا. هذا هو النص الظاهر في هذه العملية. ولكن هناك أمور خفية قصدتها دول أوروبا، وهي التخوف من وصول بعض الجماعات المتشددة التي كانت موجودة في ليبيا تدخل عن طريق ظاهرة أو مع المهاجرين الغير شرعيين، فهو إجراء احترازي أمني سعت من خلاله أوروبا إلى محاربة الهجرة غير الشرعية بصفة عامة، ولكنه هو إجراء أمني تتخوف من وصول بعض الأسلحة وبعض المتطرفين إلى أراضي أوروبا. شكرا جزيلا لك سيد خالد. في أقل من دقيقة سيد محمود، أي دور يمكن أن تقدمه المنظمات الحقوقية في سبيل حماية
حقوق الإنسان وما تملكه هذه المنظمات من قدرات للقيام بذلك؟ المسألة الأولى هي التوثيق، المسألة الثانية هي مسألة نشر التقارير وتوعية الناس بهذه المسألة. الأمر الآخر كثرة هذه التقارير ورصد الموثقة لما تكثر، هذه حتكون مثل ناقوس الخطر سواء للمحكمة الجنائية الدولية أو للمجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة، بأن هناك يعني انتهاكات وهناك مشكلة لابد من العمل على احتوائها. أنا نعمل حقيقة أن الليبيين في عموم أن هم يعني يحسموا أمرهم وتتوقف، لأن هذا نوع من المعادلة الصفرية، الاستمرار في هذا النزاع والاستمرار في هذا الخلاف السياسي وهذه الانتهاكات. شكرا. إلى بناء الدولة، وإنما تؤدي لإضعافنا كمجتمع كامل وممكن تعريض يعني مصير البلد. نعم. شكرا جزيلا لك، وبهذا نصل مشاهدينا لختام حلقة 11. نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا من جنيف الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان أحمد محمود، ومن طرابلس الباحث في قضايا الهجرة غير النظامية خطاب خالد، والناشط السياسي صلاح البكوش. كما ننوه إلى تعذر تواصلنا مع أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الزايدي، والمدير التنفيذي لمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان إيناس حاجي. شكرا لكم، في أمان الله.